في التجارة ما في خسارة، إما تحقق حلمك وتوصل لطموحك أو تكسب شرف المحاولة. شغفي بالتكنولوجيا من صغري كان محط اهتمام أسرتي، كنت أبحث عن كل شيء وأتساءل عن مكونات الأجهزة. بصراحة كنت أتمنى أدخل داخل الأجهزة واكتشفها، وهذا الفضول خلاني أقرر أدرس تقنية المعلومات. ولأن السيدات في مجالي قلة كنت أجاهد في عملي. كنت محظوظة وحصلت على وظيفة في شركة رائدة بالسلطنة، ومنها بدأت مساري الوظيفي. في 2007 حصلت على أول شهادة أوراكل، واشتغلت في أكبر المشاريع الرائدة في السلطنة. ولأني تعلمت من صغري أن كل مرحلة بالحياة لها بداية ونهاية، قررت الاستقالة بعد 15 سنة. عندي إيمان بأننا لازم نتحدى أنفسنا أكثر، لأن هذا الطريق الوحيد اللي يخلينا نتعلم. كنت عارفة أن أهلي ما بيفرحوا من قراري، فكنت لازم أفكر في شيء أقوله لهم، وعلشان كذي خبيت قرار استقالتي سنة كاملة عنهم. بصراحة عرفوا بالصدفة، ولأن كان عندي رغبة في تطوير ريادة الأعمال في السلطنة، ومع وجود الدعم الصحيح ظهرت منصة لمحة